من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، ها نحن وإياكم في وقفة تاريخية جديدة. اليوم سنشاهد ما شاهده محباً لآل البيت عليهم السلام، إذ كان محتاراً بجملة من الأسئلة الخاصة بفكر آل البيت عليهم السلام. أسئلة حول أخلاقهم وكيف كانوا يعاملون الناس، فكان الجواب في عالم الرؤيا الصادقة. خيراً إن شاء الله يا شيخنا. لقد رأيت في المنام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أمير المؤمنين، أخبرني ماذا رأيت؟ يا أمير المؤمنين، فتحتم مكة وأعلنتم الأمانة لكل من يدخل بيت أبي سفيان، ولكن في يوم عاشوراء وردت على أبي عبد الله الحسين ونسائه وأطفاله وأنصاره مصائب من آل أبي سفيان تحترق لها القلوب. وهل قرأت أبيات ابن الصيفي بهذا الخصوص؟ لا، لم أسمعها. استعلم ابن الصيفي عن تلك الأبيات. بمجرد أن قمت من النوم ذهبت مسرعاً إلى منزل ابن الصيفي، وهو من الشعراء المعروفين ويلقب أيضاً بحيثٌ وبيثٌ، فالتقيت به ونقلت إليه رؤياي، فما إن سمع ذلك حتى شهق وبكى بكاءً عالياً، ثم أقسم بالله وقال: حتى هذه الساعة لم يأتي أحد ويضطر على جملة واحدة من أبياتي، ولقد أنشأتها في الليلة التي رأيت فيها الإمام في منامك. بالله عليك أنشدني هذا الشعر. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن إخوتي أخواتي، جميلة هي الحياة إن سادها خلق رفيع، وأي خلق؟ هو خلق محمد صلى الله عليه وآله، خلق المسامحة والصفح. ويبقى أن نسأل: هل من الممكن أن نسامح؟ هل من الممكن أن نصفح عن من ظلمنا؟ هل امتلكنا الشجاعة الكافية أم لا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يتحلى بفكر وخلق آل البيت عليهم الصلاة والسلام. إلى الغد. أرباب علم والحليم مريدهم، من
زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذا في حبهم وتزودا.